لا تحزنوا على الشهداء، بل ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويرزقكم كما رزقهم. الإخوة والأخوات، حياكم الله في حديث الفجر وآيات الجهاد في القرآن الكريم. المجاهد في سبيل الله قد يتعرض للموت، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فالآجال والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن الموت قد يعرض للشهداء، فهل نحزن عليهم؟ إن الله سبحانه وتعالى أثنى على الشهداء أيها الإخوة والأخوات في كتاب الله سبحانه وتعالى، ووعدهم بأعظم المكرمات. اسمعوا إلى الآيات الكريمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، بعد أن قتل 70 من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوات النخبة في جيش محمد صلى الله عليه وسلم. عند ذلك نزلت الآيات الكريمة التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم يا أحبة، إن الله سبحانه وتعالى وعد المجاهد في سبيل الله أنه إذا قتل في أرض المعركة فإنه شهيد. شهيد قال العلماء إما بمعنى شاهد، أي أنه يشهد فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين قتلوا في سبيله، أو أنه شاهد لأنه يشهد أن دين الله أعز عليه من نفسه. قالوا ومعنى شهيد أنه مشهود له بأنه صاحب فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يكرمه بأعظم الأجور لما قدم في سبيله. نعم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إن الشهداء ليسوا بأموات عند الله سبحانه وتعالى. لماذا يا رب؟ جاء في صحيح الإمام مسلم وجاء في مسند الإمام أحمد تعبيرا وبيانا لهذه الآية الكريمة، أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، في جوف طير خضر، يسرحون في الجنة، يأكلون من ثمرها ويشربون من مائها، ويطيرون في الجنة أينما شاءوا، وهم يرزقون فرحين، فرحين بما آتاهم الله تعالى من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، ينظرون إلى هؤلاء، إلى إخوانهم الذين تركوهم في الدنيا، ينظرون إليهم ويستبشرون، يقولون متى يحضر الأخ فلان ومتى يحضر الأخ فلان، فرحا بما آتاهم الله عز وجل من فضله، وشوقا إلى لقاء إخوانهم. ولذلك يسألون الحق سبحانه وتعالى أن يبلغ إخوانهم ما هم فيه من النعيم حتى لا يتركوا الجهاد، فيقول الحق سبحانه: أنا أبلغهم. فنزلت هذه الآيات الكريمة، وجاء في التفسير أن الحق سبحانه وتعالى يعرض على هؤلاء الشهداء موعد حضور إخوانهم إليهم في يوم كذا وفي ساعة كذا، فيستبشرون، قالوا فيستقبلونهم كما يستقبل أهل الدنيا غيابهم. ما أعظمها من كرامة لهؤلاء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله. تريدون أن تعرفوا يا أحبة لماذا يقدم المجاهد في سبيل الله على الموت في سبيل الله؟ لأنه يدرك هذه المعاني العظيمة، ولذلك تشتاق روحه إلى لقاء إخوانه في جنات النعيم، إلى أن يسرح في الجنة حيث شاء، كما أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون لهم هذه المنزلة الرفيعة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا جميعا بالشهداء، وأن يكرمنا بمثل ما أكرمهم، أن نحيا في سبيله وأن نموت في سبيله. اللهم آمين.